جود مورنينج صلاح. ديني. سلام عليكم. هاني. يلا يلا. شو باجي؟ ريقت ولا بعد؟ تريونا نحن؟ ايه. الحين نجي نتريق؟ ايه. لا بنسكر شنطنا وبني. بعد نص ساعة. ايه. زين؟ وانت شو بتسوي الحين؟ ايه. لا. شو بتسوي؟ انت قال الاول. كيف هي الاول؟ خلاص سامان جاهز؟ انا سامالي كله جاهز. انزين؟ يلا. يلا سبي هنا. تحمد تتكود عند الباب. سر يباك تودي. خلاص. يباك توصله. شكري على الله يحفظكم هذا الأخير عادي في هذا المكان الفناني اللي ما شي شراته اللي على الله يحفظ كل من سكن فيه ويعافيهم ويعفو عنهم وعفو عن أمة محمد أجمعين يا الله يا رب إنك تعافيهم وتعفو عنهم وتحشم غربتهم وتعودهم سالمين غانمين لراضيهم والمحبينهم والهاليتهم وصدقانهم وعيالهم انك تعافيهم وتعفو عنهم يا رب العالمين. ما حد يبى الغربة ولا حد يبى السيرة هالمدى البعيد لله لو يكون جنة الخلد في هالبقعة. ما شي ابوي شرات البلاد يا الله يا رب انك تحفظهم وتعودهم ان شاء الله يا رب وتصبرهم على ما ابتلاهم وتصبرهم على هالبلوى يا رب. بعد ريوق ما قبل السفر الحين السيارة بتريا تحت. هذا خبز لبناني ويا الكعك هذا بالسمسم وهذا اومليت بارد مفقل توها زين. انا بعد يوم ما القط شيء قم انقم عمري وهذا ابوي السكري على الله يطول بعمرك يا من هيا يا على عمرك ان شاء الله على عد طعامه وقعامه يا رب العالمين. امين امين. اي والله انت وربيعاتك اللي وياك ان الله يعافيكم ويعفو عنكم ويردكم ان شاء الله بلادكم سالمين غانمين يا ربي. هاي متصطيع يا زين هم من فوق الشارع. شوف التقليب من فوق ما يبونها تصير فوق يبون يدعها يمتنشنها. اعتقد اليوم عاد من الشيخ من الصبح الاصقى في لساني هالغنيه مالي شغل في السوق مريت اشوفك والله العظيم. هذا بعد فندال نمونتين برتقالي وابيض وباجي البنفسجي. البنفسجي يقول موجود في الهول هول هول فود. شو اسمها بشكركم؟ ها؟ ايرين ثانك يو فور ايفريثينج. ثانك يو فور ايفريثينج وات يو دان فور مي اند فور ماي براذر عمار اند ماي انذر براذر. ثانك يو فور ايفريثينج. ثانك يو ثانك يو. وهذا شريح ابوي ميوب ابوي من دار بعيده شريح ولايتي لا صار شراته لا قبله ولا بعده وكسيف ومدفى وحبول. شو بقولكم حبول وكسيف ومدفى وكل شيء كل شيء كل شيء. حطيت حق عمري انا جام الجام مال الورد ترى ويوم طريته هم سنه الجام مال الورد ويا الكعك قال ابوي العرب كلها نحن نعرف الجام مال ورد وبلاد تركيا. قلنا ندري بعد ان من تركيا غير نحن حينه كلنا نحن في هيوستن كلنا نحن في هيوستن. انا ما ادري به من الاساس ولا رو ما تخقق اقول اني اعرفه. شطعمت انت جام الورد؟ لا. ها شقيق بعد ما شطعم شرد انت ضاري على جام اليح وجام البطي وهذا ستروبري وبروبري ومن كل شيء لكم جام الورد ما شطعمناه طعمناه ويازلنا كالوري والله يبكم كالوري كبدي يوم قلت انه عنج خيب يا العرجات يوم حره واليوم اصبح يوم عن جام الورد. انا قلت وين عايش ترى كنت ما تعرف ما اعرف اكذب حد يكذب ما بزين عند صبر انت الدكتور حسان متاكد ان بعد ما حط لك الضروس الايداد لا لا ترى ايامي
ما شاء الله عليك يا خلف، هذا قبل الضروس جي وما كل ستيك وامس ستيك كبر كبر الشر يا ربي يا خلف ما شاء الله عليك. شوف يلا الو ماما سا اي تيل يو ذات ذا فيري ريلي 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 بيرفكت ذا كيك فيري نايس اي سجست تو ايفريون هوز كامينج تو امريكا They bring cake from you and it will stay long and stays nice and still seem like new one. It's very nice, one, very nice. شوف الغيم لين نص البنايات شيء منهن. الأبراج اللي تشوفونهن الغيم شيء منهن داير في نصهن. داير لهم في نصيفة. سبحانك يا رب. والله بلاد فنانة. هي وستلا كان عادة فنانة للي جاي عادة يتكشت. اللي جاي عنده شغل هبل اللي جاي ابوك علاج ابو علاج هاي جلسه المستشفيات روح تجيب لي هد واللي اشد ابوي وادعس اللي رافق المريض اللي رافق المريض يا ابوكم هذا روحه تغير حالته لله سبحانه وتعالى مفروض اللي في شيء رمسه وايد ضروريه اخبركم عنها الحين ان شاء الله بخبركم المرافق اللي بيكون ويا المريض المرافق ضروري يكون اي وله بارض اي وحاط في باله انه جاي يتقمص شخصية الدكتور يجلس يعيش يباري ويحاضي ويلاحظ المريض ينسى كل متطلبات الحياة اللي له في اللي يحيد عمره ما له بارض ولا له مقاقة ولا له ما عنده بال وسيع لي ويا المريض لأن المريض ما ظهر من داره وصل هالدار أو أي دار ثاني فيها علاج إلا وهو تعبان نفسيا فبتي وبتي بلك حصاة ترضبها راسك ما يستوي اللي بيحيد عمره ما له بارض لي بيحيد عمره ما له بارض على جو المستشفيات والنشة واليلسة ويا المريض ويكون له خاطر ويكون ينسى كل أشغاله حب تجلس وتتشكى للمريض أنا في الشيء الفلاني أنا يعورني شيء الفلاني ولا أنا تولحت على عيالي ولا شغلي قالوا جهز عمرك إنك ياي موثج متوثج من كل متطلبات الحياة في البلاد يا انت مسافر ما تعلم بترد بعد يوم بعد شهر بعد سنه بعد عشر الله اعلم شيء ناس ميلسين من هالكثر سنه من بغى شيء ودر شيء تبى الاجر وتبى ثواب من عند الله سبحانه وتعالى اخلص النيه نيتك تكون سليمه اهم شيء النيه ما يعلم بالنيه الا الله سبحانه وتعالى اللي بيي بس رياء اني انا موجود هذا لي ما شيء شرات المريض يحس المريض هو اللي يحس بالمرافق والمرافق هو اللي لازم يتحمل المريض ترى المريض يمر في فترات علاجية فيكون ساعات ينرفز ساعات يتضايق ساعات شيء الأدوية هذه الكيماويات والحبوب أيا كان المرض لا دمي وخاصة الإنسان من يظهر من داره على أساس يتعالج يدور العلاج يتعب نفسيا يتعب وانت تجلس بعد طبعانه وهوس على تريتشة ما يستوي لازم انت ساير ترفه عن الشخص هذا وتسعده وتخلي عيشته فنانه والله المفروض اذا انها امك ولا ابوك ولا اختك ولا اخوك تخلي خدك مداس نعم تخلي خدك مداس وتغدي حتى اراجوز في اغلب الاحيان تغدي اراجوز على اساس انك تسعدهم وتغدي نفسيتهم طيبه كيف يعني ترى ابوي يتعالجون ومستشفيات ويهد وطحنت الزمان بيلقطونها منك لو من ليهاد اللي هي اليهد هذا يسوي العكس ها صلاح اي والله ليه يشوف انسان مريض ويجلس بعد يعايره انهم رافق هذا يا ابوكم يعله استغفر الله العظيم ما لي حق هيلا كان معروف القصد يعني يلا بس عاد عليكم طبعا. ها انا كنت مرافق طول هالسنين
الأول ويا حياة أبوي من السبعينات والثمانينات، فترات طويلة. لذلك تلقطوني عرفت العالم كلها في السفرات، يا تبوي يا جلطات ويا يا التهاب رئوي وما أدري شو، كنا في ميونخ وعقب الله استخاره وعقب سردينا، وحياة أمي ياها كذا عوق ومرة انكسرت ريولها، وحن ما أدري مال تدريب هذا العلاج الطبيعي هاي عقب العملية يوم كنا في سويسرا وطيرونا لينبون، شغلة طويلة عريضة سنين، ولندن يمكن 10 وديات وكل ودية 3 و4 شهور دهر قزرت في الغربة وياهم يعلهم الجنة. فلذلك أنا ملم بكل كبيرة وصغيرة. كنا نسوي كنت أسوي جو طبخ ونفخ وأكل وشرب وسيره ويي، وأنا مقيم وين عاد البنيات حد يصير حد يجي، لكن أكثر الأوقات أم محمد يعني الله يطول بعمرها بعد تخلي يدت أمها تجلس عند العيال، وتي وتجلس عندي هناك 3 شهور، ودي في جونيليه هوسبيتال في جنيف 3 شهور في هاك الثلج والبرد والموت، يا ربي هاي حالة. شو بقولكم أمور يعني بنسوي جو يتيام عن رواعية بمدينة زايد وهالغياثي وايدات والله يتيام عن عندها بالحجرة والقهوة والشاي والفوايل وعندك ودونك ورمس يعني. فعلى هالأساس عندي صداقات في كل أنحاء الدولة، من هالكويت من هالبحرين من هالسعودية اللي يتعالجون، فلذاك مربع مع العرب كلها في القسم. فالجو يسوي حاله من الأناسة للمريض، فوايد لك أنت أجر، كم لك من الأجر أنت يوم تسعد مريض وتسعد المرضى في المستشفيات. أنا حينه من السناب رد لي عشرات أو مئات العوائل اللي كنت أتلاقى وياهم في الغربة، حد من الكويت حد من السعودية حد من زين، واللي كنت أتلاقى وياهم عاد الأول في بلاد الغربة، وحين استوى التواصل وياهم مساكين وكلهم يترحمون، وحد مات وحد حيا والدنيا مطرجة. آمين آمين. وصلنا؟ إيه ما شاء الله. إيه والله وانا هذا الطريق كله كنت ارمس به. يوم وصلنا المطار طلع تميت ارمس من ظهرنا لين وصلنا المطار. وايد تكلمت انا؟ اي وايد. منو يقول لك وايد؟ وايد كلام. ما سويت كلام انا وايد. وايد يا با. والله؟ ايه. في ذمتك؟ ايه. في ذمتك ان شاء الله ذمة المستمعين. وايد كلام. وايد كلام. اي والله صدق على المطار. ولادو. شو صلاح؟ كلام. هي. وايد مثل الرادو؟ ايه. انا رادو؟ لا وايد كلام. لا تو قلت مثل الرادو. لا 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 كلام. وايد كلام وايد. زين ما باليد الحين. من المتعارف عليه ان الطياره ساعات تتاخر. لكن ريايرهم الداخليه في امريكا شو يستوي؟ الجد. سمعتوا به؟ والله. جدموا الطيارة ما بأخروها ولا تأخرت، لا جد. فهاي من الأشياء الغريبة يعني اللي ما سمعت بها يعني أن جدموا موعد الطيارة 15 دقيقة. شو السبب ما أدري عاد. عصب صلاة بعد. عصب صلاة ها صلاة رقم واحد. وين بسير؟ تايلاند. وين سايريحي؟ أمريكا. وين؟ أمريكا. مدة الطيران 3 ساعات. 3 ساعات الطيارة تشل 100 آدمي، سيتين بسيتين سيتين بسيتين، طيارة من الصغار. عاد شو اسم الطيران ما يندر هذا؟ طيران مال أمريكا. أوف أمريكا قول لي. دراكنا اوف امريكا بس الداخلي بس. طيب اوف امريكا والله ما شيء اون امريكا بس اوف امريكا. حافظ عليك اقولكم 3 ساعات مدة الطيران.
صلاح جد موجود دام هناك. نحن الممر مال الجيت مالنا 29 ويت الله يعزكم سمون لك. أنا يوم جيت تذكرت هذا الفراش، ذكرني الله يسلمكم في الممرات مال جروفنر هاوس جميرة. تعيدونه سبحانك يا رب. اللون شابي هذاك ما يتشاهد اللي في لندن جروفنر هاوس الابارتمنت الشقق الفندقية اللي أمسية يوميها بعد يتم. أنا أقول التايلنديين والفلبينيين يسرطون، أبوي الأمريكان زادوا أبوي عليهم، وين ما تصد أبوي مطاعم وكله يأكلون لحم. أكثر ناس في الدنيا أظن يأكلون لحم الأمريكان، الأمريكان ما حد كثرهم يأكلون لحم. وشفت المغرب، المغرب يعشقون اللحم، لحم الخرفان. وفي أمريكا يعشقون لحم البقر، بيموتون على لحم البقر الأمريكان. هاي طيارتنا نحن توها جاية تنزل ناس وبتشلنا نحن. شوف حسب شي قام مجدمة 17 دقيقة. زينا طيارتنا كم مكتوب الاسم معروفات بس اللي في اللون. واضح والله ما متقرأ. أقول لكم المحل هذا ها مال الدونت المتعارف عليه. أنا الدونت من الأساس ما أكله، يا غير تحلعت على شفته من برا من بعيد يعني شيء علينا توقات. ويازي يوم سألت قال لي والله مال ناريل طلبت، والله طعمه لذيذ لذيذ وايد لذيذ يعني، يعني وايد فنان وحش وغاوي و ورقم واحد. آمين. لا حبيبي ما يقولون آمين على هاي، يقولون في العافية صحة. الشنطة صلاح، لا خله هو صلاح بيشيل الشنطة. يلا صلاح. لا بالمجلوب، مجلوب بالجلبي صلاح. أيوة حين عذر. أيوة أي أي يا سلام. رفع رفع رأسك فوق عاد. ها شوف ايوه شاطر صلاح شاطر. انا يلست ما يقارب 10 ايام يلست في هيوستن مع المرضى ومع عوائلهم مع المرافقين مع ناس صورتهم وناس ما صورتهم، يعني ناس يعني ما يفضلون التصوير، ناس يفضلون التصوير وناس ما عندهم مشكلة شيء تصوير ولا ما شيء تصوير. يعني لمست في الجلسة معاهم العرفان والشكر والامتنان والامتنان. هبل الناس الإماراتيين يوجد رقم كبير مش من دولة الإمارات، دول المجاورة، وتقوم على رعايتهم دولة الإمارات. حاول من بلادينهم وما وبلادينهم اخذلتهم، هب اخذلتهم ما الله كتب لهم انهم يكملون بلادهم تكمل علاجهم، فتكفلت بتكملة علاجهم دولة الإمارات. يا ربي مكبرتش يا بلادي، يا رب مكبرتش، على الله يحفظك من دار. سبحانك يا رب خيرك ما بل على هل الدار، هل الدار ومن نخات ومن طلب منك ومن تحسين انه في حاجة مساعدة ساعدتي. سبحانك يا رب، يا الله يا رب تحفظها من دار. كل الشكر والتقدير لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، كل الشكر للسفارة وخاصة القنصلية في هيوستن، وبالذات وبالتحديد المكتب الصحي للعناية بالمرضى، العناية الفائقة، العناية المركزة، مش العناية العادية، العناية المركزة الفائقة التركيز، يعني في متابعة وملاحظة من كل القائمين في المكتب الطبي والقسم اللي يرعى المرضى، من دريولية مترجمين مواعيد ليل نهار، مخلين كادر
شغال 24 ساعة لخدمة المرضى وعوائلهم مواعيدهم. الشيء المستحيل يصخرون أهل. شكرا تم شكرا تم شكرا لو بشكر من اليوم لين 100 سنة قدام ما بروم أوفيك حقك يا سفارتنا في أمريكا وبالأخص قنصليتنا في هيوستن وبالذات المكتب الطبي، المكتب الطبي اللي قائم على خدمة هالأمم هذا روحه إنجاز عظيم. إلى الله يحفظ والله لو بعيد السالفة بدال الشكر أشكر من اليوم لين 100 سنة قدام ما بروم أوفيهم حقهم اللي هم متبرضين للمرضى وعوائلهم ومرافقينهم ومأمنين لهم المواعيد والمترجمين وقضيان حايتهم من سكن وعلم وخبر ويقضون حوائجهم حتى الخاصة. يعني الله يطول بعمارهم ويحافظهم من أكبر موظف إلى أصغر موظف يا رب. أقولكم إن شاء الله يضل راد حلو اللي تخبرون بها بترد متبترد متبترد إيش تبوا إني متبرد ترى لا رمسة كان هنا في البلاد ولا هني الرمسة تراها مكودة. أقولكم برد إن شاء الله تاريخ 20 تاريخ 20 برد إذا الله جعلنا من الحيين إن شاء الله البلاد. وبيلس أظني 9 أيام أو 11 يوم أقول 11 يوم بطير جدة شو اسمها باكو باكو أظني تاريخ 3 أول رحلة بتتسير إلى طيار من طيران الاتحاد بتسير لتحب الطير أول طيارة لها تاريخ 3 أنا بكون من ضمن اللي بيطيرون على نفس الطائرة وبنجلس يومين في باكو أذربيجان. منو بيصير ما أعلم الغيب حد بيصير ما حد بيصير الله أعلم. أنا جايني الداعي وإن شاء الله أنا قبلت الدعوة ولبيناها وقلنا إن شاء الله وقلنا إن شاء الله عيوننا بتسير بلا أنا أحب الطرب عند العرب شيء ما البلاث ما بسير بسير ونص وبرد بنيس يومين يومين انزين بيكون تاريخ 7 برد تاريخ 6 برد أو 5 من أرد تاريخ 5 تاريخ 7/3 بييني علي المصري من مصر بيجلس عندي 10 أيام علي المصري بيجلس عندي 10 أيام من تاريخ 7 لين تاريخ 17 بيرد الله يحفظكم تاريخ 17 مصر وبيرد بييني عقبها بيومين لأن مسوي للحجز مال القاهرة أبو ظبي بيجلس ترانزيت 3 ساعات بنطلع وياه أنا ومحمد الصليطي من مطار أبو ظبي على طيران الاتحاد وبنطير طوكيو بنجلس 10 أيام من تاريخ 19/3 لين تاريخ 30/3 لين تاريخ 30/3 ولو هي تاريخ 1/4 بنكون ردينا أبو ظبي إن شاء الله 10 أيام بنكون أنا ومحمد الصليطي وعلي المصري بنكون عادة تبع ضيافة شركة نور ترافل حطيت أنا عنوانها هاك اليوم بالأخص على أساس إن سايرين نحن موسم السكورة وهي الشركة من أكبر الشركات هي اللي متعبلة في السكن والشرب واللكل والفسحة والأماكن وتأجير الطيران وتأجير الفنادق والهليكوبتر كل شيء مسوي لنا تور لمدة 10 أيام في كل مكان في شنتيا طوكيو. حطيت لكم الله يحفظكم العنوان مال الشركة شركة عريقة ومعروفة عندهم والناس كلها تعرفها وكل العرب أو أغلب الناس يعني من الخليج وغير الخليج حتى من الشرق الأوسط يصيرون اللي من لبنان واللي من مصر واللي من تونس واللي من الجزائر كلهم تستضيفهم الشركة تسوي الحجوزات لها أسعار خاصة يعني كل حد على حسب الليمت ماله ونحن إن شاء الله بنكون عندهم لمدة 10 أيام. تعرفت وياهم يوم سرت مع شركة المسعود قبل 3 شهور يوم سرنا تعرفت وياهم ناس طيبين وخيرين محد شراتهم بس بغيت أخبركم عن المعلومة بدل البنادم ما يصير يهفج شرق وغرب لا يدر شرق من غرب لا معلوم كل شيء في النت موجود يعني كل شيء موجود
يا غير إذا بتصير وأنت يقين مع ناس تعرف لهم ويعرفون لك ومقربين بعيد أخير على النت، أنت مش واثق في الشركة ولو قالوا زين ولو ما بزين ولا شي خصك بهم أنت، لا تتأكد من المكان اللي أكثر تعامله السفارات ولهم سمعة طيبة في سوق السياحة في اليابان، الأخص حين موسم الساكورا. هاي وردة الساكورا موسمها يبتدي من تاريخ 25/3 لين تاريخ 5/4، 10 أيام في طوكيو بالذات بيكون موسم الساكورا هذا. فأصلا ما شيء حجوزات، الدنيا كلها في اللي يبي يصير من العام حاجز، أصلا من العام حاجز. السلام عليكم عمي خالد. شوف هذا ياسي صوبر، ياسي يلعب ويطالك السناب شات. شوفها ياسي، عين عندك وعين عند اللعبة. والله يحافظك يوم بسينا من نيويورك. سوبر حق عمي خالد. عدتين عمي خالد شهارك الغالي هذا نايس ويكند واحد تبت خلص سنابك خلص عليك يا للأسف. والله كان يبي يتابعك. صور والله مرة مرة لا توقف إلا أنت أنت بترتاح. نعم لا بترتاح لأن نحبك. هي والله إن نحن نحبك حب ما يحب أحد، ما كل حد نحبك. طبعا لا نحبك. هي والله مرة الله يطول عمرك. آمين. يلا صلاح شوف فوق شوف ما تتمسك ما تتمسك. اخ عليك صلاح، اخ عليك قاعد كأنك شيبه. انا شيبه؟ خذ حرمه وراك ولا بتحبك صلاح. اسم الشركه دريم ماستر في دلما مول الدور الثاني، دريم ماستر في دلما مول الدور الثاني. هاي اللي مالت الدواشج يوم سات خدتنا منهن، كل حد يتخبرني وين انسى، انا انسى اسمهن. الحين لقيت تليفون البيت وحولوا لي من تليفوني الثاني العنوان مالهم الكرت. احب انزلكم هبل الكرت وفيديو بعد، فيديو يشرح يعني للي يبى. انا يازلي وخدت منهن وما شي شرارته. اسم دريم ماستر في الدور الثاني في دلمامون في ابو ظبي. تقول ما قلت لكم After all those years I can see I'm an expert in the subject and experience has turned me into a man who knows what he wants. Sleep. I want to sleep. At the end I need it too. Box Mistra. Lasciati sedurre. يبيع عيبني وبيوزني، كان أكل ولا شرب، فراش، سيارة، طيارة، فندق، علم، خبر، بنادم، كل شيء يبيوزني أحط العلم. واللي يعزلني واللي ما بيعزلني، اللي شو يقدر أسوي له أنا يعني؟ هذا اللي ما يعيبه، هذا هو ما يبي يعيبه بالأساس ما يبي. فأنا أحط الشيء اللي يوز وأنا مقتنع فيه، فلذلك بين فترة وثانية أحط أشياء عيل. حتى المقصر المقاصير أكل الواحد جيمته 30 درهم، خذت تمتها من 2 ولين اليوم ولين بكرة دوم أحط عنهن وأقول المقصر الفلاني فنان، تستفيد منه العرب
الحين يوم بيبيع هذا مقصر ابي يعطيني شيء من جيبه اللي بيبيع عظمه 30 ربي بشارك ابن ما بشارك ابن لذلك اي شيء ينزل يحط انا خبر كان في كل شيء كل شيء اكل شرب حتى الهوى اللي اتروحه وانسه والله العظيم اني اطريه العراق لان شيء زين شيء زين الناس بتطري والشيء اللي ما يتشاهد ما بطريه انا لو بيعطيني بذل هاي طيارتنا الله يحفظكم غير التحرى عمرك راكب في حاقور في بطن حاقور كرسيين على اليمين وكرسيين على اليسار وهبابي خط بنادم ما شي ابوي لا بزنس ولا اولى ولا همك الله ولا هم يحزنون تبى تي تبى ما تبى يعلى الله يحفظك شو بعد تبى تي تبى عربينا فاهمين بعد تبى يلا صلاح صلاح دالي هذا ياد ما ينار بعد ما ادري شي يدور شي يدور شي يضيع شفتوا لي انا شفتوا لي تراواني الحين بطير هذا مدة الطيران ثلاثة بغير الموضوع شو اسوي هاي طيارتنا الله يحفظكم غير التحرى عمرك راكب في حاقور في بطن حاقور كرسيين على اليمين وكرسيين على اليسار وهبابي خط بنادم ما شي ابوي لا بزنس ولا اولى ولا همك الله ولا هم يحزنون تبى تي تبى ما تبى يعلى الله يحفظك شو بعد تبى تي تبى عربينا فاهمين بعد تبى يلا صلاح صلاح داري هذا ياد ما ينار بعد ما ادري شي يدور شي يدور شي يضيع شفتوا لي انا شفتوا لي تراواني الحين بطير هذا مدة الطيران ثلاثة بغير الموضوع شو اسوي خططنا على شيء عاد ما يندرى بالشوف يزر صغار ما هو حالي طالعها قرب علي الجناح غرب الله في الجناح لا والله ما بغرب الله انت غرب علي الجناح بنهله والله يلي وراي من استله الطياره لين مرحله دقيقه هم اتربان ريت ما صخوا ولا عيزة أقول أنا أرمس أقول أنا رماس زاد حد زاد علي نعم نيويورك تتشاهد من السماء ولا هيوستن الله يبوكم يا هيوستن كأنك أقول لك ظاهر من الحسا نجبن على بقيك هذا من فوق المنظر العلوي والله ما تتشاهد مرة ما تتشاهد لوين تمين الشعبية لمسوا تمين نصور أنا وخلف نمشى وين الشيار وين البيوت البلاد زينة ولا من فوق الله ما تتشاهد ما سوى تشفع عام ولا هاي نيويورك حشوف من السماء السماء من فوق السماء البلاد خضراء وبحيرات بعاد ينح فوق 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 يا رك الله يا رك الله بسم الله الرحمن الرحيم في غابات وبنيان ودنيا بلادهم فنانة نيويورك ولا هاي هيوستن قطعة والله ما يصير إلا هلا المحتد يعني الله صبر لي ياسين فيها عليها اللي ياسين فيها ما يلسى أبوكم من هيف ياسين أبوي لجل شديد القوي غصبا عنهم فقارة غصبا عنهم ما بيدهم ما باليد حيلة ما بيديهم حيلة فقارة مالين ما شاهد الله يصبرهم ويصبر الموظفين يا ابوك اللي يشتغلون فيها اللي تبع السفارات القصيه ذات كئيبه ايش بس شي حاد انك على المرقى اللي امر عنها إيه ولا هاي طبعا ما زينها البلاد غلطت بعد غاوي ينح بعده ينح
ايه ها بس عاد عليك الله يمنع الخيران كلها خيران نيويورك خرها الله والبياح اللي مال اول من تالي ايه عاد بياحة خورة نيويورك شو تقدم يا خيران نيويورك يا سلام سلم أغلبية كل دحمس دحمس من هالكبار البياح العربي هاي فوق ظهرها اسود يا سلام هب اسود ازرق غامج ذراع ونص البياحة البياحة ذراع شحم ريج ما يسوي تراب في بطنه من تفتح البطن بياح ما نيويورك ابيض شحم ريج الحين الامارات البياحة صيد النهار صيد النهار ما تسوي تراب صيد الليل تسوي تراب صيد الليل البياحة اللي تنصاد في الليل سوت تراب واللي تنصاد في النهار يا أكبر طنها رم الريج تسمعون متو هذي والله يا نهما تعيز والله يا نهما تعيز أنا أقول صار طم سجل بس عاد أنا بختي لي رأسي قرر 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 ويوم هاك اليوم وتحيد يوم هاك اليوم وكلها رم ست شهرات يا ستتشرح على الريل من هاك الآن إلى هاليان نفختي لراسي ما يبى ما يبى لا عد شبد قال جيج قال جيج فقير قال جيج عيس من كم من سنة بس يا بوج أنا بالربي عفو وانت ما تعفين لا عد شبد بس كم هو الصبر عظم هلا شبد كم بيقهرج كم بيقهرج من متى وهو متحمل لا عد شبد لا ولد لا عيل لا تيل لا همك الله لا هم يحزنون وانت مفاتن وزعيج خير ما من خير دخانا يعمل عين لا صلاة لا ديانة لما تصبحين وانت بغمصك لا عدال لا همك الله لا تتشاف متعدلة دبت الحياة دبت حياتها دبت حياتها ما كده تعدلت ما شيء ما تعدل اللي بهدته صغلية بهدته غير صد بسم الله العيون بث الله أكبر يدور يا غير بنكة اي نعم تسقل بس اللي يبها ما تسقل اللي الله يا ابوك ينها ما تعيز من يا رب البيت والحرم بس عليك تقيل وجه الله نفختي لراسه وينو رهينة حتى ذني غدتي غير مغاريف صلب ذني غدتي غير مغاريف صلب كدر من حشرته لن قال جيج أنا حالف هذا قال من أوصل ما تقرين عندي أشاهد الكلاب الضالة ولا شاهد أشاهد الكلب الأسود ولا شاهد لا تنشهين لا في السعاية ولا في الرعاية بي سي قالها سمعت بذنية تو الحين قالها سي فكما كان التسجيل هاتساعة ما كان شغال هذا مضمار مضمار مال الخيل ما أدري عن سمونه شكل مضمار مال خيل تمية بلمية أشيركم أبوي شيء باجي شيء بسيط على ما قالوا حل الكويت حديدا سهل حديدا سهل الله يا أبوك في خاطر يعني شو ياسة تقول له ما تركت إلا مجال كل من قال كلمة ردت عليه 140 كلمة ما ابو خلت اللي مجال والله يا ابوكم ينها ما تسخن من ظهرنا لين الحين هذربان ما شاء الله بسج يا مايا بسج ولا اقول خلنا طلعوا ولا تخليه يرمس كل مهما قال فقير قرب الله يا مايا نفختي الى راسه لام الله من يلومه ابوي لام الله بياخذ مشكارته انت مشكاره في البيت يصيركم وصلنا غير ابدا مطار الظهران هاي البيوت المال ارامكو شرات بيوت ارامكو دور مدار مطارهم البنيان اللي دور مدار المطار مال نيويورك شرات مطار ارامكو بالضبط بالضبط مطار ارامكو لا شريك لك اي والله دور مدار عاد ما اطريكم مطار انا مرشد حية أرقام خضراء
ملحة. فهي عيتنا مرسل لما كم من يوم يقول لك باي باي باي. ثانك يو ثانك يو صلاح قلت له باي باي. ثانك يو. شوي شوي حبيبي شوي شوي شوي. رفع صلاح. وهذا مطار نيويورك عاد ما يندرى بهذا حين المطار العود. نحن في أوله نحن في آخره نحن أي مكان. شو موقعنا هذا شو اللي يدور بيكون هاي مال الأسعار العملات والأشياء هاي على ما تيها سلابهم محمد هاي أسد هذا مبجل ها. صح قلت لي ثانك يو. قلت صلاح صلاح قلت لي شو اسمك سألت شو اسمك. أيوة صلاح قلت لي قلت له واتس يور نيم. قول له وين والس. وين وال والس. وين والس. بيبنا سيارة عودة حينا. ثانك يو برادر ثانك يو. اي والله كثر اخواني. صلاح شو تقول الحين؟ لا خليني في شيء ممزور ولا خالي؟ خالي خالي؟ زين افتح الباب وعقه يعني؟ لا ما حرام عيش شو يا حشرتني؟ لا خلي باز خليني. انت حركات والله يا صلاح حركات ارعى. شكرا. عفوا وياي ايش عندك؟ جاي عندي؟ ايه تحبني؟ صلاح؟ حبيبي ها بنزين تش نزين الحمد لله. بعد انت في الطيارة اكلت بيبسي وبسكوت. انت نوم انت انا نوم الحين تقول يوعان ومنوري تو ماكل هذا فستق وما ادري شو ما حد خلف؟ ايه ما خلف. انت ليه ماكل فستق؟ أمانة. منو ذي كل؟ أمانة. زين منو منو ذي كل؟ هذا. إيه زين. ماذا مقدم؟ ما بخبر ما بخبر. وصلنا الحين أبوي نحن تحت هالجسر. تحت هالجسر لا على هالجسر. وهذه خورة. بحار هو نهار الله أعلم. بين هاي البلاد وهاي البلاد نحن سايرين هاي البلاد كأنها. آمين آمين. العلم عند الله. بعدنا أبوي لا وصلنا الفندق ساعة من المطار للفندق. نحن الحين أبوي فوق هالجسر. أنت بنوصل بني يبانا شوي بنوصل. يمدحه هو دريول يمدحه فندقنا يقول فندق فنان من أخي الفنادق فندق لندن اسمه ولنا يعرفه يعني. أنا قلت له اسمه لندن قال نعرف معروف. عمرك ياس تشوف فيلم امريكي والله. الممر الخارجي انا حاطيني في اي دور؟ الدور 45 الدور 45 هذا بدخل مكان يتعدى اول ما يتعدلت كشباري صالة عود طولها طول وعرضها عرض وفيها الوحش. السلام عليكم. مرحبا. تمام. مرحبا بصلاح. تمام. شكرا شكرا شكرا. زين وهذا عاد المر اللي طلع لي داون تاون مرة. هب داون تاون سموه هذاك تايم سكوير تحت على التايم. حبنا ننزل لتحت. نحن وين الحين؟ في كبد السمن. عبارة ما في أمريكا. نحن فوق أمريكا. ها درجة الحرارة 16 كانها وهذاك 800 ما أدري شو يعني. زين صراحة زين وهذا غرفة النوم دقيقة واحدة بيك. زين صراحة زين هذا الرسل هذا كبتها منها وفيها كبتك وثيابك العرب كلها بوي تشوفن عبنو محد يحد ها كبتك وثيابك وسامات كل حد يشوفها. هذا الحمام شاور مناك ما تشوف وهذاك يسمونه يعني
هاي السالفه كلها ما وادب وهذا يعني مكان زين فخم اللي هو كلاسيك لا مودرن نظيف الفندق يعني شو اريد اكثر انت يعني الحمد لله وما برخيص والله بهاك الحكي فشو اسوي محتد ها الله رقم واحد إيه؟ يلا بدل وزحب ابري دقيقه ما خلص والله زين يا صلاح الحين بننزل يلا لين صليت ولا خلصت من عيط من الاخير يبالي وقت شويه صلاح انت سريع ما شاء الله عليك يلا ماشي حبيت بقى نسير ما اعرف شو بنسير تايم سكوير شو هيك شو وين بنسير لا قول تايم سكوير لا تايم سكوير صلاح حبيبي هذا بابا يا صلاح حبيبي طح شوف وين هوس على اللي بيصير فوق اللي هوس لا بابا لا التعب خبطتي حبيبي نحن بنسير تحت الحين حتى اللي بيصير فوق بيوجه يا علي لا عيب اخر مره شو ان شاء الله على شو قسم يا رك الله حلو فندقنا هلتن بعد قبل ما بحلو اكيد انه حلو لكن مب الفخم الكلاسيك الواو يعني اللي يوجه في الماشي حلو يعني حال فنادق العادية يعني مثل قوم غرفنر هاوس وبارك تاور وريال جاردن مثلهن مش اللي يعني يوجه في الماشي يعني زينه يزيق لا ها صلاح صحيح يا سلام يا سلام يا سلام يلا حق مكدة المشي حينه اول بعد بنسير نتعشى شيء ستيك هاوس اول شيء نتعشى وعقب بنسير ابويه لا 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 هذا قريبه لازم ان شاء الله عقب بنسير اظني ما ادري وين قالوا لنا مكان وخلاف تايم سكوير وبرد بنرقد صلاه وصلينا وامورنا طيبه لا تستعيل صلاح لا تستعيل حد يربع وراك ايوه يا حبك حق التفيزيره انت يلا الثانيه يلا يلا ثانك يو فيري ماتش ثانك يو يلا بعد ما يخصني عاد بصور خم فندق من خاري هذا فندق قوم خلط في الدور ابوي 25 وانا في الدور 45 بغيت احصل لهم حجره عدالي ما شيء علم من زمان حاجزين نحن اليوع اللي في الدنيا كله فينا الحين سايرين وين ستيك هاوس ستيك هاوس هذا زيد التقاطع اللي على اليمين ها صلاح اوكي رقم واحد طلع مصري اقول لك هاك الرجال هناك مصري اي والله ابوي ستيك هاوس ممزور لين عينه يعني ثلاث اربع ادوار قاعده بنايه كل هالبنايه ابوي تحتها كامل من اول لين اخره كل هذا ستيك هاوس ماشي ولا طاول فاضي قال ابوي تريوا عندكم 30 من 30 دقيقه تتريون تبون تسرطون تريوا ما تبون ابوي دوروا لكم دار غير هالدار قلنا لهم ابوي لا الله نبأ وصلاح ابوي يعان انت خطفنا على الليموزين من كذلك السود الاطوار وعزر الا باكر يبغى يركب واحد ليش شو عيب في السياره السوداء؟ السياره السوداء شو عيب فيها؟ ليش؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حبيبي بلاد بلاد من كبرة يا ربي هذا طولنا هالمطعم الفنان هالطاولة الفنانة ايوه thank you very much صلاح وين تبى تجلس شكرا انا هني اجلس حبيبي بلاد اقولكم من كبرة بلاد بلاد شو كم من دور يا ربي مكان كلمة
كلمة جنان قليلة عليه الموقع. ها شو صلاح وين تبه مطر يصير نرقد ولا شو تبه؟ ما يبي يرقد هو باكر. شو ما زين موقع حاله عليكم له اسم عاد له اسم ما اعرفه اكيد انه له اسم. يلا لا لا كل الناس نزلت ثلج سكيتنج سل لا علاش يا ابن انت امريكا امريكا هاي امريكا فيها ثلج وها يلا صلاح انت ايوه على الصلاح على الصلاح ها يلا لا 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 يلا يلا تتعب ولا ما تتعب شوي شوي صلاح شوي شوي يلا سر سيده سيده لا 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 عيب انك انت بس يالس وتدزونك يلا ماشي لا 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 سريع يلا بسرعه لا لا يا رك الله الينان يمشي يا ريال قال بينك صلاح مره رافض رفض رفض قطعي كل ما في ريول ها دز يلا حلو صلاح يلا لين الفندق صلاح لا لا تعرف ما تخلي شيء ما تعرفه دز دز شوف عاد هذا على الصلاح على الصلاح على الصلاح السجادة الحمراء بعد وين لا لا صلاح يلا دز دز ما تشوف ما تعرف تشوف مطر والله مطر بس بس يلا 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 ايوه ايه تبى شاي ولا شاي ريت شاي قهوه 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 حاضر بس عليك خل خلف الحين يركب بس عليك زين شوي يقول لك بعد شويه هذا وصلنا الفندق الحين باكر شو تسعى العرب انت الحين باكر دورك ابوي ثرب انت مشى لك خرب علينا المطار امين بس علينا طيارة سرنا عشينا مشينا للمطعم وردينا